أقامت كنيسة مارشربل المارونية بعمان وراعيها الخوري جوزيف السويد صلاة بمناسبة افتتاح مزار القديس شربل وإزاحة الستار عن التمثال الذي استخدمته لجنة الوقف من لبنان. عاون الخوري جوزيف الأب رفائيل شفيكيان من كنيسة الأرمن الكاثوليك. وبعد التكريس أحيا كل من فادي القاضي وكارلوس سلامة أمسية ترانيم بحضور الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورساد في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين، وراهبات الصليب وحشد من المؤمنين من أبناء الرعية. هللي يا محبة، رنم يا رجاء، في لقاء الأحبة، في لقاء الأحبة، في يوم السماء، في يوم السماء، هللي هللي يا محبة. فرحونا بخور، حناننا نبيد، إيماننا قربان، لقاؤنا صلاة. فرحونا حناننا إيماننا لقاؤنا، قدسنا محبة، قدسنا محبة. هللي يا محبة، رنم يا رجاء، في لقاء الأحبة، في لقاء الأحبة، في يوم السماء، في يوم السماء، هللي هللي يا محبة.